لا أجر نبغي لا وساما لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله. صوتي مسموع؟ ممتاز، كيف الأحوال؟ خير؟ ثلاثة فقط، ممتاز الحمد لله، جميل. طيب اللهم استعان. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. توقفت في كتاب العوامل قبل رمضان عند النوع الثامن، صحيح؟ إجمالا هكذا نذكر مرة أخرى، قلنا كتاب العوامل بشكل إجمالي الهدف الغاية من تأليفه أصلا والهدف من تدريسه هو إيقاف الطالب على مجموعة العوامل النحوية وبأنواعها المختلفة وعملها ومعمولاتها. طالب ما هو العامل وماذا يعمل العامل وما معموله، وتكلم بدأنا بالعوامل، قلنا هناك عوامل سماعية وعوامل عوامل لفظية وعوامل غير لفظية معنوية، ثم اللفظية تنقسم إلى سماع قياسية، صحيح، ثم قسم السماعية إلى هذه الأنواع، والآن في النوع الثامن. قلنا العوامل السماعية اللفظية تنقسم إلى 13 نوعا، صحيح، وهي 91 عاملا. فالآن درسنا منها 7 عوامل، و لعلكم لاحظتم ان الكتاب بدا بحروف الجر بالحروف بشكل عام، اولا بدا بحروف تجر الاسم فقط، وحروف تنصب الاسم ترفع الخبر، ثم حروف تنصب ترفع الاسم وتنصب الخبر، ثم حروف تنصب الاسم فقط، ثم حروف تنصب الفعل المضارع وحروف تجزم الفعل المضارع. فتكلم عن الحروف اولا وانهاها، بعض الحروف في الاسماء، وبعض الاسماء سيتكلم عن اسماء الافعال، يعني على انها بين الاسماء والافعال، في الحقيقه هي اصلا اسماء الافعال من الاسماء، وبعد أسماء الأفعال تكلم عن الأفعال، ثم ينتهي ينهي بالكلام عن الأفعال ويعني تقسيمها إلى عوامل مختلفة وأعمالها المختلفة، عن العوامل ينهي بالكلام عن الأفعال الكلام عن العوامل اللفظية السماعية، ثم يتكلم عن العوامل القياسية وينهي الكتاب بالكلام عن العاملين اللغويين وأشرنا إليهما في أول لقاء. الآن نبدأ بالنوع الثامن والكلام، الصفحة الآن موجودة على السبورة لعلكم ترونها. النوع الثامن أسماء تنصب أسماء نكرات، تمام، أعتذر لهذا الانقطاع. المهم نواصل. فهذا النوع العمل هنا في ذلك النوع أسماء، والعامل هو الأسماء، عمل هذه الأسماء هو النصب، وقال أسماء تنصب، ومعمولات هذه الأسماء أسماء أيضا، ولكنها أسماء نكرات منصوبة على التمييز، فنكرات وصف لأسماء فهو قيد لها. إذا معمول هذه الأسماء أسماء نكرات، لا يعمل في الأسماء عارف، إنما يعمل في الأسماء النكرات فقط، وينصبها على التمييز، أي على كون تلك الأسماء تمييزا للأسماء العاملة، وهي 4 أسماء. الأول 10، وهذا معروف، يعني درستم هذا لابد، 10 إذا ركبت مع أحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة إلى 9، يعني العدد 10 إذا ركب، العدد 10 إذا كان مفردا فيضاف إلى ما بعده، تمييزه مضافا إليه، صحيح؟ ولأنه في هذه الحالة يعمل الجر فلم يذكره هنا، لأن الباب هنا للأسماء التي تنصب الأسماء النكرة على التمييز، فلم يذكر العدد 10 حال إفراده هنا لأنه خارج هذا الباب، يعني لا يعمل النصب وإنما يعمل الجر. ولكن 10 إذا ركبت مع جميع الأعداد من 1 إلى 9 فإنها تنصب التمييز بعدها، التمييز بعدها يكون منصوبا والعامل فيه هو لفظ العشرة، يقول 10 إذا ركبت مع أحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة إلى 9، يعني 11 كوكبا، صحيح؟ أقول قرأت 12 كتابا أو 13 كتابا 14 كتابا 15 كتابا إلى 19 كتابا مثلا.
وهكذا، فيكون كتابا منصوب على التمييز، تمييز منصوب لعشرة، كتابا هي التمييز، نعم كتابا هي التمييز. جميل. وأيضا عشرون هذا من النوع الأول، يعني عشر. نعم انقطع الانترنت مرة أخرى، لماذا؟ يعني لا ينقطع لكن هكذا حالة. المهم نواصل، تسمعون صوتي الآن؟ جميل. نواصل بسم الله. وأيضا عشرون وثلاثون إلى تسعين، قلنا مضاعفات العشرة، العدد عشرة أيضا تعمل النصب في اسم النكرة الذي يأتي بعدها، وليس المقصود لفظ العقود نفسه، يعني عشرون وثلاثون وأربعون فقط، بل أيضا واحد وعشرون واثنين وعشرون وثلاثة وعشرون وأربعة وعشرون، كل هذه الأعداد أيضا تعمل من إلى 99، كلها تعمل نفس العمل، تنصب أسماء نكرات على التمييز ويعرب الاسم النكرة بعدها تمييزا. نحو أي مثال عندي 11 رجلا، فرجلا تمييز لأحد عشر منصوب وعلامة نصب الفتحة. والثاني، النوع الثاني من هذه الأسماء، كم للاستفهام، يعني إذا كم الاستفهامية فقط، يعني قيد كم قيدها بكون الاستفهام، إذا لابد أن تكون كم للاستفهام حتى تنصب اسما نكرة على التمييز، مفهوم؟ هناك كم الاستفهامية تعرفون، وهناك كم الخبرية، مفهوم؟ كم الخبرية تجر لا تنصب، وكم الخبرية لا تستعمل بمعنى الاستفهام. فإذا المثال الذي ذكره هنا لكم الاستفهامية، قال نحو كم رجلا عندك، هذا استفهام سؤال عن عدد الرجال الموجودين عندي، يقول لي كم رجلا عندك، تمام؟ ولكن كم الخبرية إذا استعملته هنا تكون الجملة هكذا، كم رجل عندك مثلا، أو كم رجل رأيته عندك، فكم رجل هنا ليس استفهاما وإنما إخبار عن كثرة عدد الرجال الموجودين، تمام؟ هذا معنى كم الخبرية، تفيد الكثرة، كثرة عدد الرجال. أما كم الخبرية الاستفهامية فأمر آخر. كم الاستفهامية فقط هي التي تعمل نصب في الاسم النكرة بعدها، فرجلا تمييز كم منصوب. والثالث كأي، نحو كأي رجلا لقيته، وكأي تعمل، يعني هي تعمل عمل كم الاستفهامية ما بعد كم الخبرية مضاف إليه مجرور، تمام؟ يعني تمييزه يجر بإضافة يكون مضاف إليه مجرور. المهم كأي، أي هنا تعمل عمل كم الاستفهامية، آسف، تعمل عمل أي تنصب اسم نكرة على التمييز، ولكن معناها معنى كم الخبرية. أقول كأي رجلا لقيته بمعنى رجل أو كم من رجل أو كم رجال كم لقيتهم، يعني تفيد الكثرة، كأي رجلا لقيته كم من رجل لقيته، فتفيد معنى كم الخبرية لكنها تعمل عمل كم مية، ويغلب استعمالها من، يعني يغلب أن تأتي أن يفصل بينها وبين تمييزها من، ومثله الله عز وجل وكأي من قريته، أم عاتك عن ربها وكأي أخرى. والثالث نحو كأي رجلا لقيته أو لقيته، تبع كذا، وهي كناية عن العدد، يعني يكنى بكذا عن العدد، يعني إذا لم العدد أو لم ترد ذكر العدد وأردت أن عددا ما حضر أو عددا ما، يعني أردت إخبارا عن عدد ما ولم تكن قاصدا إلى التنبيه على كم ذلك العدد فيكنى عنه بكذا. نحو عندي كذا درهما، فتعمل عمل العشرة المركبة وتعمل عمل لا تعمل عمل كم استفهامي. طبعا إذا كان طبعا إذا سبقت تمييز كأي من فلا بد أن يجر طبعا سيجر. طيب وهي كناية عن العدد، عندي كذا درهما، فدرهما هو تمييز منصوب بكذا. النوع التاسع كلمات تسمى أسماء الأفعال، كلمات تسمى أسماء الأفعال. اسم الفعل هل هو
مرتبة أو نوع بين الاسم وبين الفعل، يعني فيكون إذا أنواع الكلمات العربية أو نوع الكلام العربي اسم وفعل وحرف واسم وفعل، أنه من الأسماء أو أنه من الأفعال. أسماء الأفعال من الأفعال، يعني هي أسماء أصلا، وسبب التسمية فيها أسماء الأفعال أنها، يعني معنى هذا أنها أسماء بمعنى الأفعال، تمام؟ و يعني هذا لأنها يعني عدت من الأسماء لأنها تقبل علامات الأسماء، بعضها أو أغلبها يأتي بمعنى فعل الأمر وبعضها يأتي بمعنى فعل الماضي، تمام؟ بالضبط، أسماء تحمل معنى فعل، ولكنها لا تقبل علامات هذه الأفعال، ولكنها تقبل علامات الأسماء، ولهذا هي أسماء، سميت أسماء أفعال بمعنى أسماء تحمل معنى الفعل، أسماء بمعنى الفعل، ولكنها هي أسماء من الأسماء. جميل. الآن يعني يقول نعم صاحب الألفية، في الألفية يقول مالك: والأمر إن لم يكن النون محل، يعني الكلمة التي تدل على الأمر، لأن من علامات الأمر أن يدل على الطلب، وأن كيف أقول، وأن يؤكد بالتوكيد، أن يقبل نون التوكيد الساكنة أو الثقيلة، يعني أن أقول مثلا أكتبن مثلا، ففعل الأمر هنا يقبل يدل على الطلب مع قبوله لنون التوكيد، تمام؟ هشام يقول علامة فعل الأمر أن يقبل الطلب، أن يدل على الطلب وأن يقبل ياء المخاطبة، ونقول مثلا اكتبي، هذا من علامات فعل الأمر، قبوله هي علامة مركبة، قبوله دلالته على الطلب مع دخول مع قبوله لياء المخاطبة، وابن مالك يقول دلالته على الطلب مع قبوله دخول نون التوكيد عليه. ثم يقول بعد ذلك: والأمر، أي كلمة التي تدل على معنى الأمر، والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم، نحو صه وحي هل. يعني الأمر، الكلمة التي تدل على الأمر إذا لم تكن قابلة لنون التوكيد فهي، لم يكن فيها محل لنون التوكيد يعني لا تقبلها، فهي اسم وليست فعل أمر. ثم مثل بأسماء أفعال وقال: نحو صه وحي هل، تمام؟ جميل. بعضها ترفع، أي بعض هذه الكلمات ترفع وبعضها تنصب، وهي تسع كلمات: ترفع، ترفع فاعلا، وبعضها تنصب أي تنصب مفعولا. إذن عرفنا من هنا أن العامل هو أسماء الأفعال النوع، وعملها إما الرفع وإما النصب، والمعمول هو أسماء طبعا، لأنها أسماء لا ترفع أفعالا، تؤثر في الأفعال، أسماء الأفعال لا تؤثر كما تؤثر في أسماء، إما فاعل وإما مفعول. وهي تسع كلمات، قلت منها ست كلمات: رويدة، نحو رويدة زيدا، أي أمهل، تمام؟ تمهل الكافرين أمهلهم رويدة، رويدة أي أمهلهم فرصة. فزيدا طبعا رويدة يدل على الأمر، هناك ضمير مستتر فيه وجودا، يعني تقديره أنت، وزيدا مفعول به. وبلها، نحو بلها زيدا أي دعه اتركه، وزيدا هنا مفعول به أيضا ولذلك تنصب. ودونك، نحو دونك زيدا أي خذه، أو دونك القلم، دونك القلم أو دونك الكتابة، أي خذ ذلك القلم أو خذ ذلك الكتاب. جميل. وحي هل، نحو حي هل الثريد، حي هل الثريد معنى إيته، تعال إليه، يعني إيته تعال إليه، تمام؟ أو بمعنى أحضره، تمام؟ بمعنى تعال إليه أو بمعنى أحضره. وعليك، نحو عليك زيدا أي يلزمه، نقول عليك ذلك الكتاب أي يلزم ذلك الكتاب، عليك هذا الأستاذ، إذن هذا الأستاذ، عليك هذا الدرس مثلا. وهاء، نحو هاء زيدا أي خذه، تمام؟ والرافعة منها ثلاث كلمات: هيهات، نحو هيهات زيد أي بعد، هيهات زيد أي بعد زيد، نقول هيهات نجاحك، أو هيهات أنت، يعني بعد أن تنجح أو بعد نجاحك، غير متوقع أو مستصعب يعني. وسرعان، نحو سرعان ذا إهالة أي سرعة، سرعان ذا إهالة، يعني هذا مثل يطلق على الشيء الذي يحدث قبل أوانه،
فسرعان ذا إرعان هذا يعني وإهالة تمييز ذا هو فاعله يعني مبني طبعا في محل رفع وإهالة تمييز يعني يقال أطلق على البعير الذي يعني يسيل منه الرغام من أنفه قبل وقته فأصبح مثلا يطلق على الشيء الذي يحدث قبل أوانه سرعان ذا إهالة تمام أقول سرعان القطار مثلا سرعان محمد بين أصدقائه مثلا كل هذا على رفع الفاعل وشتان نحو شتان زيد وعمر أي افترقا تمام أقول شتان المؤمن والكافر أي افترقا شتان العالم والجاهل أي افترقا يعني بينهما فرق كبير جميل تمام هكذا نتوقف هنا عند نهاية النوع التاسع وبداية النوع العاشر عندكم أي أسئلة؟ هل حفظتم؟ هل حفظ الأمثلة وحفظ هذا الكتاب إلى ذلك الموضع؟ الأمثلة تمام والباقي البناء حفظتم بناء إلى يعني الأبواب الستة الأولى للثلاثي المجرد؟ طيب على أي حال أستاذ لا تتكلم تمام طيب على أي حال إن شاء الله سنحدد موعدا للسماع كما قلت وغالبا يعني في الحقيقه يعني عندي بعض الانشغالات وربما اضطر الى السفر غدا فلن يكون هذا الاسبوع يعني لن استمع لكم هذا الاسبوع حتى يوم الاحد ربما لا استطيع ان احضر الدرس لكن ساحاول ان احضر ان شاء الله وساكتب لكم يعني قبلها ساكتب لكم ان كنت ساحضر او لا بالنسبة للاستماع فأيضا لن أستطيع أن أستمع إليكم هذا الأسبوع لكن في الأسبوع القادم إن شاء الله لابد أن أسمعكم يعني كاملا ولا تتأخروا لا تتأخروا في يعني لا تراكموا المحفوظات حتى لا يصعب الأمر يعني الآن مثلا كان يجب أن تحفظوا جزءا الآن نحن درسنا لدين فعليكم أن تضيفوا الأمر صحيح؟ فكلما تأخرتم في الحفظ يعني كلما بدأتم متأخرا كلما صعب الأمر عليكم المهم فسأستمع إليكم غالبا الأسبوع بعد القادم إن شاء الله و يعني بالحفظ نعم إن شاء الله إن شاء الله يعني يوم السبت غالبا سأؤكد لأنني سأكون مسافرا سأسافر غدا إن شاء الله فسأؤكد عليكم إن كنت أستطيع يعني أرجع قبل الأحد أو لا أستطيع أن أرجع وفي حال عدم الرجوع لا يمكنني أن أحضر درس فإن شاء الله تعالى الاستماع سيكون في الأسبوع القادم ونستمع وننظر إن شاء الله يعني شيئا نحاول أن نتم الحفظ إلى المواضيع التي وقفنا عندها حتى نستطيع أن نكمل بشكل سليم يعني والحفظ مهم يعني وطبعا تعرفون بالضرورة أنه شرط ولا أحتاج أن أنبه إليه والله المستعان الآن هل عندكم أي أسئلة؟ هل هناك أي سؤال؟ أي سؤال؟ أي استفسار؟ أي اعتراض؟ أي شيء والله يعني سأسمع منكم الحفظ وإن كانت عندكم أسئلة تخص التطبيق فيمكن أن نعالج هذه الأمور أيضا لا الأمثلة كاملة الأمثلة كاملة أصلا في الحقيقة يعني الصيغ يعني هذه الصيغ الأول الـ 24 صيغة في البداية هذا هو الكتاب الباقي كله تصريف يعني نفس هذه الصيغة الصيغ كل صيغة تصرف ممكن هذا هو يعني الكتاب ما فيه شيء بعد ذلك لكن لابد هناك تصريف ايضا هذا مهم يعني اول صفحتين في الحقيقه هو الكتاب بقيه الكتاب كله تصريف مطلق يعني لا جديد فيه صحيح هذا مهم والامثله المفروض ان امره منذ وقت طويل لكن يعني استماعي للامثله يمكن سيكون مراجعه يعني لا اتوقع انكم تحفظون الامثله الان ولكن البناء وما درسنا يعني نوعا واحد يعني الثلاثي المجرد في ستة أبواب فقط وهذا يسهل حفظه الآن فلا تراكموا من فضلكم والعوامل يعني إن لم يمكن أن تحفظوا إلى الموضع الذي وقفنا عنده مرة واحدة يمكن أن أقبل مثلا أسمع ثلاثة أنواع يعني النوع الأول والثاني والثالث مثلا إن صعب عليكم وإن استطعتم أن زدتم شيئا فبها ونعمة طيب كتاب البناء أرسله إن شاء الله أرسلته لحضرتك لكن أرسله مرة أخرى
يعني ويمكنك ان تحصل عليه بسهوله من الاستاذه امامه او الاستاذه زهره، اظن وصل اليه الاستاذه امامه، اعتقدني انه وصلها، يمكنك ان تحصل عليه منها. يعني ان نسيت او انشغلت او شيء فاحصل عليه من الاستاذه امامه اضمن. نعم وصل الاستاذه زهره ايضا، جميل. طيب هناك اي سؤال؟ استاذ امامه. طيب الله المستعان. اذا نلتقي يوم الاحد او الاربعاء القادم ان شاء الله. الله المستعان. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.